هضره رئيس الحكومه قال لك بان حق الى صبات الشا غتوفر الخدمه. هذه صراحه الهضره ماشي في محل ديالها، حيت الخدمه الا كانت غتوفر غتوفر سوا الشا سوا ما كاينش الشا في جميع الاحوال. دابا الشباب هنا غيضيع، كتلقى مثلا هنا مثلا الناس سوا تيحرق سوا مثلا كتلقى كيخلص فلوس كثيره باش يمشي يخوي المغرب. انا شخصيا دابا تنقرا الالمانيه ياك فهمتي باش نحاول نخوي المغرب، حيت عارف راسي انا الا بقيت هنا في المغرب فهمتي زعما ما غاديش نعيش الحياه اللي باغي انايا. زعما كنتاملوا ان نغطي الاثار، ولكن صراحه ما كنظنش زعما هذه الوضعيه هذه تقريبا راه فايت عام ونص فهمتي، وحنا دابا عايشين غلاء الاسعار هذا فهمتي سوا بالشتا سوا بلا شتا. انا كنظن الاسعار غادي يبقاو هما وهادشي ما مزيان الصراحه. رئيس الحكومه عزيز اخ النوش وعد الشباب بان لا صبات الشا غادي يوفر ليهم الخدمه وينقص ليهم من الاسعار، ولكن هاي الشا صبات ما كاين لا نقص لا في الاسعار ما كاين لا خدمه لا والو. هذا الشيء قالوا باش يطفي المغاربه باش ما ينوضوش على قبل الاسعار، وهذا هذا الشيء اللي كاين. حنا كنعرفوا بان الحكومه راه حكومه كاذبه، ما كيعطونا وعود وما كيوفوش بها. هذا الشيء اللي كنعرف، الشا هي صبات الخير موجود ولكن كل شيء غالي، للاسف كل شيء غالي. فاش هاد الشتا تصبات الحمد لله كنتمناو كل شيء الاسعار يعني تنخفض ما يبقاش غاليه، خصوصا الخضره والمواد الغذائيه الاخرى وكل شيء كنتمناو انها طيح ما تبقاش غاليه بزاف. دابا الخضره طالعه شويه، دابا فاش الشتا صبات كيخص داك الشيء يطيح شويه ما يبقاش هاد الغلاء بزاف. راه مسكين الدرويش راه واكل العصا، الفقير واكل العصا وحق الله العظيم. الحكومه الله يهديها علينا، هادشي اللي غنقول الله يهديها علينا، دير لينا حل مع هاد الغلاء هذا، حيت هاد الغلاء يجي من هي. الهضره ديال خنوش ولا جا الامطار هو تيشوف، لا جات الامطار غادي تحركوا الشغل، ما جاش الامطار غادي يبقى داك الشيء كما كان. هادشي اللي تنشوفه انا. ولا طاحت الشارع غادي يعمر البراج وغادي الناس يطلقوا ليها الماء وتفلح ترجع الفلاحه كما كان. غادي تحرك الفلاحه، غادي تحرك الشمندار، تحرك الناس غادي تزرع القمح، غادي يتحركوا التراكتورات وقت الشمندار تيتحركوا الكميونات ويتحركوا التراكتورات وتيتحرك اليد العامله كثيره في التنقيه ديال الشمندار، في حصاد، في وقت الحصاد ديالو، وقت الحصاد ديال القمح، وقت الحصاد تتحرك الماكينات ديال الحصاد، تتحرك التراكتورات، كل شيء تتحرك مع الفلاح. ملي تصب الشتاء تتحرك كل شيء. اللحم غالي، لا كنطلبوا من الله ان شاء الله كل شيء يتصيب، لا في الخضره لا في اللحم. الله يرحمنا الله يرحمنا، الله يعطيها الله يعطينا لقد النفع. هاد الشتاء اللي طاحت ما نقصوا ما يزيدوا، غيبقى الثمن هو هذاك، والاغلبيه باقي الجفاف عزيز بالعتمين. بالنظريه ديالي كيما لك انه الشتاء ما طابش العام ديال الجفاف، وهذا العام يعني شهر 11 وما دام الشتاء ما طاحش، انا بالنظريه ديالي عيزيدوا الثمن بانه هذه الحكومه تعوضت تزيد في الثمن. يعني المواطن صافي سيفيني تفضى ما بقى له والو، كيطلب الله الشتاء طيح. ولهذا النتيجة بالنسبة لي نتيجة غير مرضية لصالح المواطنين، وأنا كأستاذ الرياضيات لاحظ بأنه أن جميع المواطنين سيلاحظوا بأنه الأثمنة تطلع وما عمرها تنزل في المغرب. مثلا كيف على المازوت الدجاج ما هبطش، كيف على البطاطا كانت 3 دراهم ولا 800، كيف على المطيشة تلاحظها في قنيطرة في الشمال كانت سيدي ب 60 ولا 120، البطاطا ولا 140. ايوا هذا رقم خيالي، ولهذا ان الله مع الصابرين.